السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. من أحبك في الله ونسألك الدعاء بحسن خاتمة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وأحسن الله خاتمتنا وخاتمتك. يا رب إن شاء الله. والمسلمين والمسلمين. عندي استفسار يا شيخ. اتفضل. من ناحية الانضمام للأحزاب السياسية والترشح في هذه الانتخابات، ما حكم الشرع فيها؟ أنا أسألك سؤالا، أنت رجل تدعو إلى الله أو رجل من العوام الطيبين الذين يحافظون على دينهم فحسب؟ الحمد لله رب العالمين، نصلي الصلاة في أوقاتها ونقدر المستطاع نعمل قد ما نقدر من السنن واللي بنقدر، يعني نسأل الله، نحن بنتحرى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هل أنت داعي إلى الله؟ يعني بتدعو إلى الله خطب ودروس ولا لا؟ والله انا مسلم معتدل مع نفسي، يعني بذكر الله وبعبد الله مع نفسي. والله انصحك بما انصح به نفسي، ولا ادعوك الى شيء اخالفك فيه، الا تنتظم مع اي حزب. انت اخ للمسلمين كلهم، المسلمون كلهم اخوه لك، تحب الشخص على قدر طاعته لله. لا أقصد أحزاب سياسية، مش أنا فاهم. لا تشترك في هذه الأحزاب. طب والترشح مستقل؟ أنا أنصحك أنت لا تترشح. السلام عليكم. بارك الله فيك.